يلا مستمعينا، دقوا جراس العيد على هوا أحلى إذاعة مزاج اف ام، يعني لعبة هدية بالصندوق ولا عشرة على الشجرة بلشت معكم لليوم مع الفخم مجد أيوب، وكمان تحية كتير كبيرة لأحلى مذيعة بالدنيا حني رقعين. Thank you very much. يلا احكونا على 0788-95-3-95-3. Merry Christmas و Happy New Year مجد. Same to you. Thank you, thank you. شو اليوم وين كريسمس إيف؟ خبرني. مع ليلى. مع العائلة. طبخين تركي وكذا؟ طبعا. يا ويلي. أنت عشان هيك قلت ما بقدر اجي متاخر وخليها على الثلاثة. لا والله مش عشان هيك. الله يسامحك. طب امورك تمام؟ كله تمام. لا عن جد انا مبسوط اول شيء اني انا من زمان مش شايفك. اشتقت لك كثير. ثانك يو. انت صديقة عزيزة كثير. وانت كمان وحياة الله. وبس وهلا خلينا نشوف كيف بدنا نربح هلا الناس. بدنا نربح؟ يلا خلينا ناخذ اول تليفون واللي هو ميسا. شو رايك تاخذ انت التليفون؟ يلا الو ميسا. الو. مرحبا. اهلا كيفك؟ تمام شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. بدنا حماس اكثر من هيك ميسا، ما بيزبط هذا الهدوء. كيف حالك اول شيء؟ تمام الحمد لله. كيفك انت؟ انا كثير منيحة. شو اخبارك؟ الله يسلمك. تمام 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 تمام. يعني مجد شو رايك تشرح لها شو اللعبه هاي؟ مش اول مره بتطلع على الهواء معنا. اوكي ميسا، في عندنا 20 بوكس. اوكي اوكي. وفي عندنا 10 دنانير على الشجره. هلا انت بدك تختاري اول شيء واحد من الصناديق. ايوه تمام. وبعدين بدنا نشوف شو السؤال اللي بيطلع فيه. ربحتي امورك طيبه، بنشوف شو هديته. لا انت حتربحني. هلا شوفي اذا مزاج ما ربحوك، مع انه مزاج معروفين عن اهل الكرم يعني. فخمه اه بس بحب اقول لك مجد هدايانا كثير كثير يا جماعه. في عنا هدايا مقدمه من مجوهره جوهره، تايم سنتر، نيو لوك ميديكال سنتر، جو جاز، شركه جميل السحوري واخوانه سامبا، تكساس تشيكن، سامكس الكترونكس، برايم سينما، جعفر شوب دوت كوم، وكمان النقطه لمقدمين تذاكر لحفله راس السنه مع فرقه اوتوستراد وعطاري، وجو لايف ايفنتس لمقدمين حفله راس السنه لفارس كرم ومريم فارس. هذا كمان غير الكاش اللي على الشجره اللي رح ناخده انا ومجد باخر الوقفه هاي نص بالنص. موافق؟ خلص ميسا ولا شو؟ انت شايفه ميس؟ وقفنا ميس. انا عم بستنى هديتي. طيب لا انت بدك تنقي لي رقم اول شيء يا ميسا. تمام. ايش بدك رقم؟ رح انقي 9. رح تنقي 9. تسعة؟ هلا مجد مسك الصندوق بده يفتح لك اياها. بس شو رايك انا اسال السؤال وانت تربح؟ بامره يعني. شوفي مجد في عنده اغنيه اسمها تتذكري لما. هل هي من سنه 2009 ولا 2012؟ 2009 ولا 2012؟ ركزي ركزي. قد ايه؟ 2009. الله عليك يا ميسا، اكيد اجابه صحيحه. مبروك. بتقدري تغني لنا هيك شوي منها؟ حفظتيها ولا صعب؟ صراحه صوتي ابدا. معلش على صوتي. اساس انا صوتي الحلو يعني. لا صوتك ما شاء الله عليك. يلا انا وياكي شو رايك؟ تتذكري لما ايوه عيونك كانت ضمه الله تحكي لي عن همه ودموع شو بكيت الله الله يخليك. برافو مجد، برافو ميسا. شو رحنا وشو جينا وعدروب شو مشينا كيف الهوى نسيتا تتذكري لما. طيب يا ميسا تتذكري بدك الجيم طبعا لازم تنقي بين العشر دنير اللي على الشجرة او الجائزة اللي جوا الصندوق، ايش بدك؟ بس ممكن تكون فاضي ولا لا يا مجد؟ مشكلك بس سمع صوتك. بتحبي المغامرة؟ أكيد. يلا غامر خلينا نشوف شو جائزتها. يلا تكرم عيونك. تخيل يطلع فاضي. كثير رح أضحك. أنا مبدئيا مش حاسة بشيء. الله يسامحك. شكلها كسبت صوتنا يا مجد. والله يا ميسا يعني بنعتذر منك اكيد. اوكي بس ما تيأسي لسه، اليوم لسه مكملين لاخر الليل. كل ما تسمع جراس العيد على هوا احلى اذاعه احكينا على 0788-95-3-95-3. ميري كريسماس. كمان اشياء. وين عم هلا هيك وين عم تعمل حفلات؟ شو في عندك على نيو ييرز؟ هلا نيو يير انا عندي بمطعم الحمر بالفيص. حفله باذن الله راح تكون بحدود 700-800 شخص. ما شاء الله الحمد لله. الكريسماس عندي بكره بالشيراتون مع الشبيبة روم الأرثوذكس. اوكي. والخميس عندي برضو كريسماس بإربد. والله برافو. بديارنا. طبعا احنا تردداتنا إربد كمان فخمة يعني. طبعا. فطيب بدي اسألك كمان سؤال، ايش عندك اشي جديد؟ عم بتحضر لشغل جديد؟ في لا لا هلا في اغنيه جديده اسمها أولك خلص من كلمات والحان محمد الصوي وتوزيع جوزيف دمرجيان.
ان شاء الله راح تنزل هاي قبل باسبوع من الفالنتاين. يعني بس ما بتقدر تعطينا شيء اكسكلوسيف هيك نطلع هيك؟ لا 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 ولا نقطه صغيره. ابعدي عني. طيب خلص هيك. طيب يلا مستمعينا على 0788-95-3-95-3 بنستقبل اتصالاتكم كل ما تسمعوا جراس العيد على هوا احلى اذاعه مزاجه. فام معانا سمير، يسعد لي مساك سمير. مساء الخير. اهلا اهلا. مساء الورد. كيفك؟ كيفك يا ابو السمر؟ الله يسلمك سيدنا، شو اخبارك؟ شو اخبارك؟ سلمك حبيبي. امورك تمام؟ الحمد لله تمام. من وين عم تسمعنا سمير؟ انا عم بسمعكم من الرابيه، منطقة الرابيه. من الرابيه؟ بالسياره صافف على اليمين ولا المخالفه علينا؟ صفيت، لا صفيت. ايوه برافو عليك، طيب كثير منيح سمير. يلا سمير حبيبي نقي لك رقم من 1 لـ20، رقم 9 خلص باي باي. طلع صندوق فاضي. ايوه ايوه يا حبيبي متبع لك. انا معاكم على اللاين على طول. اوكي يلا اعطيني رقم من هيك انت بتحبه بتحس بتتفائل فيه. بتفائل فيه؟ يس. بتفائل فيه رقم 11. يلا اوكي. طيب حلو. قبل ما انت تحكي له إذا جاوب صح منشوف من خيره بدي أخذ الجائزة اللي بالصندوق أو العشرة الكاش اللي على الشجرة. في أغنية لمجد اسمها بدك تتذكريني، هاي من سنة 2011 ولا 2019؟ 2000 بدك تتذكريني؟ 2011. الله عليك يا سمير. يا عيني عليك. طيب اسمع، ما رح أطلب منك تغني هاي الأغنية، بدي أطلب منك تغني أغنية ليلة عيد. يلا. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترني بعيد. الله يا سمير. بس والله انه جريء على الدعسة بالله. بالضبط على السريع طبعا. طيب على طول انا. يلا ايش بدك، الجائزة اللي جوا الصندوق ولا العشر دنانير الكاش اللي على الشجرة؟ مجد غششني شوي. والله احنا حالنا واحد، انا لسه مش عارف شيء. ولا انا مبدئيا، بس حدش بيعرف الا ما يصطم لي. والله ما انا داري حتى كمان هدول. طيب ناخذ الصندوق. اسمع صندوق صندوق صندوق. يلا يلا دب على الصندوق. خليك معي يا صاحبي. ترارارا. اعطينا شويه سسبنس. لما بدي ايان الصندوق مليان. ايوه شوف فاز فيه. خلينا نشوف. خلينا نشوف. الله احكي له شو فاز. اوكي كيف اساله كيف اسنانه بس اول. سمير عندك ربحت جلسه تبييض اسنان مقدمة من نيولوك ميديكال سنتر. والله هيك انت بتحكيها هيك بتنحكى. اسمع يا مجد بدي انت علمني غناء وانا بعلمك تقدم. ربحت معنا جلسة تبييض اسنان مقدمة من نيولوك ميديكال سنتر. واقول لك شيء ثاني كمان، تذكرتين مقدمين من برايم سينما. الف الف مبروك يا سمير. طبعا نيولوك ميديكال سنتر معروفين بالطب وتجميل الاسنان، عياده جلديه، العنايه بالبشره وليزر ازاله الشعر. موجودين هم بخلدة، اشارات البشيتي، مجمع اريج التجاري، الطابق الاول. تليفونهم 079-380-118. الف مبروك يا سمير. الف مبروك ابو السمر حبيبي. ميري كريسمس. طيب يعني انت قلت لي قبل ما نبلش انه رند ما بديش اغني انا، بس انا جد حبيت اغني هيك شيء له دخل بكريسماس. ما تفشلني، انا صديقتك وزميلة الدراسة. شيء له دخل بالكريسماس. شو بالكريسماس بدي اغني؟ طب ليلة عيد خلص لما خطرت على بالي. اي شيء، هي شيء له دخل بالكريسماس. ليلة الميلاد يمحى البغض، ليلة الميلاد تزهر الأرض، ليلة الميلاد تدفن الحرب، ليلة الميلاد ينبت الحب. الله الله يا مجد، ما شاء الله عليك، وكل سنة وكل حدا سالم وأعياد مجيدة علينا جميعا إن شاء الله. يا رب الجميع. الله يسعدك يا رب. يلا مستمعينا، ما يعني ما يغركم هلأ الأغنية الهادية وهيك، لا لا، أجواءنا مولع نار على 0788-95-3-95-3. رح ناخد اتصال من يوسف عشان يلعب معنا لعبة هدية بالصندوق ولا عشرة على الشجرة. يوسف يوسف يا يوسف مساء الخير. يوسف وين؟ يوسف
ايوه معكم مساء الخير. لازم نصيح. لا وندك وندرند عداس كيفك شو اخبارك؟ تمام الحمد لله كيفك؟ كل سنه وانت سالم. طلعوا له باراشوت على يوسف سوري قطعتك، طلعوا له جراس العيد، هاي معناها فيش سؤال، هذا على السريع فاز معنا خلص. بس يوسف الف الف مبروك. الف الف مبروك يا حبيبي، خلص فزت هيك عداس. بس عشان يفوز لازم ننقي رقم عشان نشوف شو حظه جوا الصندوق هذا يا مجد. طيب طيب بختار رقم 4. رقم 4 عندك مجد. طيب اوكي كل واحد اوكي. طيب طب بدي اسال سؤال هيك جعبالي. اوكي انت فايز فايز معنا، بس جعبالي اسالك سؤال. هلا مجد ايوب اردني شوي. يوسف نعم بدنا نسالك سؤال. ايه حياتك سمعت سمعت شو حكى لك، بدنا نسالك سؤال. انا بدي اقول لك هلا مجد ايوب معروف انه هو اردني. والدته هل هي لبنانية مغربية أو سورية؟ بدنا نسألك سؤال. بدنا نسألك سؤال يا يوسف. لبنانية. الله عليك. من أوليتها غششتك. ما زبطت معه. يلا خلينا نشوف شو جائزته، شو رأيك يا مجد؟ يلا. يا. متحمس لجائزتك يا يوسف؟ متحمس أكيد. يلا. لا في. نقصني أنا قلبي وقف. أنا كمان. والله منيحة هاي. الله انت ها اعطيها بالصوت. لا شو رايك انا وياك مع بعض ربحت معانا عقد ذهب مقدم من مجوهرات جوهره. الف الف مبروك يا يوسف. اهلا اهلا. والله هاي منيحه حلوه حلوه فخمه يعني. مجوهرات جوهره عن جد فظيعين، تاسسوا سنه 1907 بدبي بخبره فوق ال 100 سنه، واجوا من دبي هلا صاروا عندنا بعمان بام اذينا بسوق الذهب. رقم تليفونهم 079-82-33-711، اما صفحاتهم على السوشيال ميديا فهي جوهره جولري جو. الف الف مز... الف مبروك يا حبيبي. الف مبروك يعني عن جد. اسمع انا ما بعرف اذا انت لساتك ما رحت ولا رحت شريت من عندهم عشان الكريسماس. انا صراحه رحت هذيك المره عملت شويه هيك طلعت شو عندهم اشياء بس شوي يعني. شوي صغير. في عندهم اشياء للبيبيز، اي حدا هيك ولدان جديد بنوته ولدان جديد جيب لها بيبي هيك اسواره شغلات صغيره كتكوته ومش غالي على كل حال، اسعارهم كثير رائعه موديلاتهم تاخذ العقل. شو عليهم اشوفهم. لساتك ما جبت الكريسماس جيفتس اكثر من هيك؟ لا انا جاي أيوه؟ هلا بنروح نضيف. طيب خلاص هيك انا عاوز اضيف. انا عاوز اضيف عاوز اجمع. يلا الف الف مبروك لكل حدا شارك معنا بوقفتنا لهلا. وعن جد هي شفت يمكن اول واحد ما زبط معاه، بس المتصلين الثانيين جوائزهم محرزه على اخر كثير. هذا اخر واحد ممتاز. بدي احكي لك اول شيء ثانك يو كثير عشان رضيت تغني مع انك انت تعبان. بالعكس انا بتشكرك وانت انت على الراس والعين. الله يسعدك. المزاج على الراس والعين طبعا. ثانك يو مجد. وبدي احكي لكل حدا عم يسمعنا اذا ما لقط معكم الخط احنا لساتنا مستمرين اليوم لاخر النهار، ما بتعرفوا امتى ممكن نرجع نطلع لكم، بس الهدايا مستمرة، الأجواء الاحتفالية مستمرة. بدنا نحكي شكرا كثير لكل حدا قدم لنا جوائز من مجوهرات جوهرة، تايم سنتر، نيو لوك ميديكال سنتر، جو جال، شركة جميلة السحوري واخوانه سامبا، تكساس تشيكن، سامكس الكترونكس، برايم سينما، جعفر شوب دوت كوم، النقطة لمقدمين تذاكر لحفلة راس السنة مع فرقة اوتوستراد وعطاري، جو لايف ايفنتس لمقدمين حفلة راس السنة لفارس كرم ومريم فارس. واكيد بدنا نحكي ثانك يو كمان مرة لأحسن فنان أردني بالعالم مجد أيوب. ميري كريسماس ثانك يو ثانك يو. برضه بدنا نحكي لحنين ومعن سوري على الاقتحام بس هيك اجواء العيد عندنا. عادي 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 انت بيطلع لك الصراحه بما انه مجد معك يعني خلص كملت وصلت. حنين انا بعرف انه قلبك كبير بتسامح. لا لا حبيبي كيف عرفت عشان شو بدك تعني اتخانق عشان نطلع غلط. صح. طيب مستمعين اكيد راجعين معكم بس امتى ما بنعرف. خلوا دانكم على السمع على احلى اذاعه مزاج اف ام. الله معكم. باي باي.